تونس 3000 سنة حضارة. عشاق التاريخ أحباء تونس، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من 3000 سنة حضارة، سلسلة مخصصين الأسبوع هذايا للماء، قضية الماء، مفهوم الماء، التصرف فيه، توزيع وصرفه، وكذلك فهم عادات وتقاليد كانوا الأباء المؤسسين ولا كانوا الأجداد من قديم الزمان لليوم، كيفاش في تونس وما قبل تونس كنا نتصرفوا في الثروة المائية، وأي وظيفة كنا تقريبا نخصوا الماء. للحديث الموضوع كالعادة الدكتور حسين فندر، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبالمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. وهذا هو صحيح، شكرا لك دكتور، سعداء باستقبال كذلك ضيفنا في الحصتين القادمتين الأستاذ الجامعي في علم الأثار السيد الحبيب البقلوتي، مدير المعلمين دار المعلمين العليا سابقا، ومدير المؤسسة المعهد العالي للمهنة التراث سابقا كذلك، تشرفنا ومرحبا بك. الله يخليك. شكرا لك أستاذ حبيب البقلوتي. كنا تحدثنا في الحلقات الماضية على العادات والتقاليد، نواميس تقريبا والأعراف اللي كانوا يقوموا بها قلنا أجدادنا يعني القرطاجيين، وكذلك ما قبل قرطاج كان هذا في تونس ولا في خارج الأراضي التونسية. اليوم باش نمشيو أكثر للعصر القرطاجي، الماء في قرطاج من خلال البنية التحتية، شنو اللي أنجو، شنو اللي صار، شنو اللي اكتشفنا اليوم من خلال الحفريات. وهوني لو تسمح دكتور نحب نلفت انتباه سيد المستمعين للحصاد، خلي نقول الخاص بالدكتور الحبيب البقلوتي، أنت أستاذ قمت بحفريات بالمعلقة، نحكي على كرتاج، بدقة، بأوذنة، بحمام البزاز، بعد واد مليز، بلاريجة، بلاريجة كما نحبو ننطقوها، هنشير الغياض في سليانة في بلادو تاع مكثر، غياضة عفوا، وهذه كل حفريات أنت قمت بها ومشكل أشرفت عليها. شكرا لك أستاذ حبيب البقلوتي على الحضور معنا. شكرا. قلنا بسرعة باش نرجع على قرطاج، الماء في قرطاج، العادات والتقاليد، أهم الأثر القرطاجي فيما يخص البنية التحتية المائية. هو توا كي نقولوا البنية التحتية، على كيفاش كانوا في عهد قرطاج يتوفر لهم الماء. احنا هنا معلوماتنا مش كبيره برشا، لكن عندنا معطيات تمكننا من معرفه كيفاش كانوا يخزنوا الماء، يستحفظوا عليه، يعملوا ماجن. هو ماذا بينا وكان توا كل القرى اللي هي في الارياف وبعيده وتتالم من عدم وجود الماء، حقهم في ديارهم اذا عندهم ماجن، علاش نخليو المطر تمشي سبهله لا واحنا ما نعملوش ماجل غدوه يصلح لنا باش ما نوقفوش عطاشه. هذا حق منها البلديات تفرض على الناس اللي عايشين في الارياف، وربما تتكون حتى منح مساعدات باش يعملوا ماجل، حتى معناها ربما يتكلف ارخص من ان يكون الناس عطاشه ما عندهم حتى شيء. والهيكل الموجودة للجمعيات المائية، المهم أن قرطاج كانت لها مجل، ونعرفوا المجل عنده مواصفاته. هو يقول القائل كيفاش نعرفوه احنا توا بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا رجالا ونساء شبابا وكهول، نقول لهم يكفي باش تمشي لقرطاج باش ترى المجل كما كان الديار فيها مجل. توا تمشي من القرطاج وتزور الديار اللي هي في بقعة تسمى حي حنبعل، في حي حنبال تجد ديار كل دار عندها الماجل متاعها، وربما كانوا أيضا يستغلوا العيون، كانت عيون موجودة الآن ما عادتش موجودة، شحت ماذا كانت عين كبيرة توجد في جهة قصر رئاسي الآن ما منها تسدت، وكانت في آن واحد عندها دور كان معبد، يعني منها الماء كان يعبدوه لأنه شيء كبير ياسر مقدس. الحياة بلا ماء مش حياة، إذن أكبر شيء نقدسوه ونستحفظ عليه ما نفرطوش فيه هو الماء. احنا هذا ديما نمشيو للصناد، وهذا شبيه ما ما عنديش ماء نجم لابد من هذا باش الدولة المهم أن قرطاج عندها المباجل بتاعها، ثم عندها زادة أيضا البيار. عندنا يقول قائل كيش تعرف هذا؟ هو حتى شيء يجي ما يجي من فوق، كل شيء موجود في على الأرض، يكفي باش نمشيو كما نقولوا جهة قليبيا نلقاو مدينة كركوان التي تعود إلى عهد قرطاج، نجدوا فيها ديار
وكل دار فيها بير، بير والبير مبني يهبطوا له بنوع من الدروج باش ينظفوا، باش ينظفوه ولا باش ينحيوا التراب ولا غير ذلك، يجهروه كما نقول يجهروه. فهذا كله معناها ايضا مدروس، فما نشريات حول المواضيع هذه يمكن للمستمعين والمستمعات يعودوا لها، كيف يزوروا مثلا قرطاج حي حنبال تو يشوفوا المجد، كيف يزوروا كركوان في الوطن القبلي تو يشوفوا البير، وتكون لهم فكره واضحه عن الاشياء، ما تكونش فقط كلمات يهز الهواء. كركوان الجميله بين قليبيا والهواريه، ليكم الحريه الكامله باش تزوروها وتزوروا المواقع الاثريه اللي فيها والمتحف الموجود في كركوان اموزيه سيلوفير. الاستاذ حبيب البقلوتي، ماذا بقي، ماذا اكتشفنا، شنو اللي مازال موجود مع البنية التحتية ذي المخصصة للماء في قرطاج بالأساس؟ وهنا جايين للرومانيين من بعد العهد الروماني تو نجيوه. وهلو هوني الأستاذ الدكتور حبيب فندر، عفوا حسين فندر، يخالفني برشا الرأي، ما نسمحش لنفسي باش نخالفه، هذا مستحيل، لكن يخالف الرأي اللي يقول أنه الحقيقة الفينيقيين هم أبدعوا واستمتوا عديد الطرق، من ثم الإغريق اليونان القديم، ومن بعد الرومان، وكأنه نجزنا قرطاج فيما يخص الاستنباط والإبداع في مجال البنية التحتية المائية. شنو هو حقيقة موجود؟ أنا نحب نزيد نعقب على كلام السي حسين، وبالطبع الأساس في الحضارات القديمة هو ما يسمى بأخلاقيات الماء. وقت نقول أخلاق الماء، وكان فعلا الماء عبادة، وكان التبذير حرام. احنا هذا هو اللي فقدناه توا، ما عادش عندنا أخلاق تجاه الماء. وكنا نتحدثوا أنا وسي حسين كونه واحد باش يغسل وجهه يستهلك 20 لتر ماء، ماهوش معقول بالكل. قبل في عهد الرومان وعهد قرطاج ثم إناء يوضع معناها في مكان، هذاك هو اللي يغسلوا منه الناس الكل، يبدأ مصبة حتى لليل نفس الإناء. توا مثلا نشوفه احنا في أوروبا وقت باش يغسل وجهه يضرب شوية هكا على وجهه، هذا موروث من الحضارات الغربية، ما كانوش ونعرف ومعناها إثقاسي وداني يعلم أن الحضارات العظمى أقيمت على الماء، حتى أن القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا هو الأخلاق، وهذا هي الاسبري اللي احنا اليوم في حاجة ليه بأقصى درجة. يلزمنا نعاودوا كما قال سي حسين الجدود، نشوفوا شنو ما الحاجات البوزيتيف، ونعرفوا اللي الحضارات انهارت واندثرت وقت اللي شحت مصادر الماء. هذا شحت أخلاقيات الماء، لأن مصادر الماء في كل عصر وزمان لا بد أن توجد. علاش تشح؟ على خاطر ما عادش نحافظوا على الماء فقط. لو كان نقعدوا احنا متخلقين مع الماء، العيب مش في الماء، العيب فينا احنا. نرجع للبنية التحتية. ممتاز استاذ حبيب البقلوتي، نرجع للبنية التحتية، قلنا اللي تركتها قرطاج للعالم، حتى حكينا على ماغون بصفة عامة، ديما نقولوا الجوتا جوت، الجوتا جوت جاي من ماغون، كانت حاب تعرف الري قطرة قطرة وغيرها من التقنيات. لكن اليوم وانت قمت بالحفريات، ش عندنا الفخر نتاع التوانسة في العهد الروماني، عندنا أطول قناة ماء في العالم الروماني اللي هي قناة زغوان جوغار قرطاج، لحنية لحنية ما يسمى بلحنية. ثم عندنا أكبر خزان ماء موجود في المعلقة في الجزء الغربي في العالم الروماني. يعني عندنا حاجه اللي محاذي نقولوا المطعم السياحي، يعطيك الصحه المطعم السياحي، ما نعرفش تحب نذكره اسمه ولا لا؟ لا لا من غير لو سمحت فوالا. لكن لو فما اي قال شي الاخر تناقض والا غيره تفضل. لا لا مش تناقض، خاطر المعلقه مش الناس الكل يعرفوها، بينما ثم مطعم سياحي مشهور ويعرفوه القاسي والداني. على كل وقت لا يخلطوا المطعم، يلقاو قدامهم حنايا قرطاج، يعني جزء من حنايا قرطاج داخلة للمدينة بعد ما جات من زغوان وتعدات على سكر على ريانة على وادي الليل واتسترا ووصلت. شنية الحنايا في 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 قرطاج؟ ثم البنية التحتية المائية سواء في العهد البوني أو في العهد الروماني، خاطر أنا ديما أعتبر أن قرطاج البونية الرومانية هي تواصل،
ما ثماش تماماً. ما ثماش قطيعة البتة. احنا حتى توا في سلوكياتنا تواصل لجدودنا القدم، ولذا نعيش حضارات التاريخ القديم في معناها الوحدة متاعنا توا نتكلموا على الماجل. تاريخ الماجل يرقى إلى حوالي 7000 سنة قبل الميلاد. أول ما بدأ الإنسان يستعمل الماجل هو في الاستقرار، مشيوا الكارتاج خاطر الحديث يطول ويطول في الحكاية هذه. في كارتاج ثم معناها الماء في البنية التحتية على مستويين، المستوى الفردي الخاص والمستوى العمومي الدولي. في المستوى الفردي كما قال سي حسين ما ثماش منزل دون ماجل، المنزل ما عنده حتى ريزون داتر إذا كان ما يكونش فيه الماء قبل كل شيء. دونك في الوقت اللي خطوا تخطيط البيانو يعني بتاع الدار يلزمها أول حاجة تخمم وين باش تحط الماجل. لو ما لقاوش بير أكيد فما ماجل. برافو عليك. ساعات الزوز، ساعات الزوز هذا موجود الزوز في مثلا كارتيه ماغون في ثم البير والماجل في نفس وسط الدار. احنا في المدينة العربي تلقى البير والماجل بالضبط. كل المدن اللي نسميها مدن عربية بين ظفرين في تونس، وهذاك إرث حضاري قديم من عهد البوني. ثم في العهد الروماني ازدهرت معناه في ازدهرت خاصة خاطر نقول لك بصراحة الماء العمومي بالنسبة للبوني ما زلنا التوى نتحسس خطانا، بينما خاصة في العهد الروماني قرطاج الرومانية عنا ثلاثة أو خمسة خزانات في قرطاجة. الخزان المعلقة فيه ثلاثة خزانات قطع المعلقة، ثم الصهاريج الكبرى ثم صهاريج أخرى صغرى. الصهاريج الكبرى والصهاريج الصغرى درست معناها قمت بالحفريات والنشر ومنشورين إلى آخره. شو كانت وظيفتهم؟ وظيفتهم يعطيك الصحة. الخزانات الكبرى هو خزن الماء، ثم فيما بعد من تحت قناة تحت الأرض تتجه المياه في الاتجاه نحو الأمفيتياتر. وربما يعني ثم إمكانية نظرية هي كونه في الأمفيتياتر ثابت في العهد الروماني الأمفيتياتر يستعمل لإعادة الحروب البحرية. أنا أسكن أبل جيربونيك سيسا لنوماشي يعني كانوا يعبيوا الأمفيتياتر بالماء بالضبط. ويجيبوا المراكب البحرية يعني المراكب الحربية البحرية وتصير معارك وإعادة المعارك. والأمفيتياتر دو كارتاج يعني كان كبير جدا، وقت اللي نشوفوا الوصف نتاعو وقت اللي مازال معناها خلط عليه معناها البكري يذكره، وكان رايع عجوبة من أعاجيب الزمن وكبير. توا داير المعهد الوطني للتراث لاهي به لهوة كبيرة، وإن شاء الله يلقى معناها المقام نتاعو. ربما خزانات المعلقة اللي قلت لك عليهم الصهاريج الكبرى مجعولة تخزن الماء على خطر ثم مواسم تقوم فيها الوحدة هذه الألعاب هذه الألعاب هذه حتى لين تقوم. ثم خزان آخر في المعلقة معناه في شكل U بالفرنسي يغذي حمامات اسمهم توا لي تيرم دو دونتنا نو متاع فينيكس في المسرى في مطعم الفينيكس. جينا جينا دونك وعنده حاجه رائعه الخزان هذا. اول خزان انا شخصيا نشوف الارضيه نتاعو مبلطه بالفسيفساء، يعني نادر باش تلقى انت خزان مبلط بالفسيفساء. هذا موجود في كارتاج وحافظ على لونه، حافظ على اللون نتاعو بكرام يعني اسود والخزان هذايا المحافظ على اللون نتاعو يغذي اون فونتين نافوره موجوده زاد كيف كيف. وثم تعذرني في بعض الكلمات الفرنسيه اون بوتيت اسبلانات في المعلقه تشرف على الامفيتياتر. كيف كونوا اللي يمشيوا للامفيتياتر عندهم معناها ما بينهم وبين المكان اللي ثم 200 متر يطلعوا للاسبلاناد هذه عندهم الفونتان نتاع الماء يشربوا منها، ثم شكون من بعد يمشي يعمل حمام، وثم دي بوتيك يعني معناها سلسله من الحوانت اللي تبيع بالطبع الامور كل شيء. سافو دير سي ان كومبلكس اكسترا اوردينير.
وكان كله تقريبا متموقع ومتمركز حول الماء. حول الماء هذا هو الأساس كان حول الماء. قرطاج سمحني البونية وقرطاج الرومانية نفسها تقول فما تواصل. وصلنا لختام الحلقة الأولى قبل ما نختم الدكتور حسين فانتر، ماذا تبقى كذلك؟ نحكي وقلنا على الجانب المدني وفما الجانب الفلاحي، شنو هو آخر بقالنا؟ هو الواقع معنا الخزانات اللي في المعالقة يستوجبوا حديث برشا، وسي الحبيب يعرف أنه هو على خاطر هو شرف على تعرية المعالم هذه وعاشها، تجب تقول الحياة مادية يعني ماديا. فإذا حول الماء احنا تحدثنا على الحياة وعلى كيفاش نتخلصوا من الماء ولا كيفاش نجيبوه، ولكن ثم الترفيه، هذه قضية الترفيه، منها علاقة المياه المعلقة بمنها الملعب، ملعب هو الأمفيتياتر، هو الملعب اللي تكون فيه أحيانا ألعاب رياضية، ألعاب مائية إلى غير ذلك. والناس لكن أحب أقول المهندس المعماري اللي تصور المشروع فكر لا فقط في ما هو مفيد، وفكر أيضا في الترفيه، والإنسان هو استفادة وترفيه. شكرا دكتور حسين فانتر، شكرا للأستاذ الحبيب البقلوتي. نواصل معكم حديثنا في الحلقة الأخيرة المخصصة للماء، وجعلنا من كل شيء من الماء، من الماء كل شيء حي، قال تعالى. هنا مواصلين نحن معكم في 3000 سنة حضارة، إن شاء الله تكونوا في الموعد. إلى اللقاء. تونس 3000 سنة حضارة.